السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. اللي شاف فيكم الحلقة اللي فاتت هيعرف إحنا كنا وقفنا عند كلام خطير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيتكلم على مصير اللي عبدوا غير ربنا سبحانه وتعالى. وكان لازم إن إحنا نبدأ النهاردة نشرح حاجات معينة، لأن في إشكالية عند كتير من المسلمين، حتى اللي منهم بيتصدر في الكلام وبيتصدر في الدعوة في بعض القنوات مش فاهم الجزئيات دي بشكل واضح. وحاولت في نفس الوقت ان انا اخلي الكلام مختصر ونجيب كل حاجه في حلقه واحده، بس بصراحه صعب جدا نجيب كل حاجه في حلقه واحده. على مرتين باذن الله هنجيب خلاصه الموضوع ونحاول نخلي الموضوع سلس وبسيط ومفيش فيه اي اشكاليه عندنا كمسلمين في الجزئيه اللي تتعلق بغير المسلمين. شوف معايا، الاسلام عندنا بيقوم على عمودين كبار. العمود الاولاني ان الواحد يشهد ويؤمن انه لا اله الا الله. العمود الثاني ان الواحد يؤمن ويشهد ان النبي محمد هو رسول الله وخاتم رسل الانبياء. لو انت جيت تشوف العمود الاولاني ده وازاي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في القران، هتلاقي القران كتير جدا بيتكلم عن الجزئيه دي، ان ربنا هو الاله الواحد الحق الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومن اعجاز ربنا سبحانه وتعالى ان سوره الاخلاص، حتى اسمها سورة الإخلاص، بتلاقي الطفل الصغير عنده 3 سنين ولا عنده 4 سنين وبيقولها كده بكل بساطة وكل سلاسة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المعنى ده اتكرر كتير جدا في القرآن، بس بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت بيذكر إزاي هو توعد اللي بينسب إليه غير كده، أو اللي يقول إن ربنا له ولد أو له زوجة أو له شريك في الملك أو أي حاجة من دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال على اليهود والنصارى مثلا في القرآن: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. شوف ربنا استعظم ازاي ان حد ينسب له الولد او الزوجة او اي حاجة من حاجات النقائص دي. لا، تخيل مشهد اعظم من كده وعايزك تغمض عينك وتسرح فيه بقلبك وبعقلك. لما ربنا قال في اخر سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. ادا يعني عظيم، امر عظيم جدا. وشوف لما ربنا الملك يقول على حاجة ان هي عظيمة عنده: تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الكون كله تتغير كل حاجة فيه. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. الكائنات دي بتغضب لربنا سبحانه وتعالى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عشان كده زي ما بنقول أن ربنا سبحانه وتعالى بين أنه أي ذنب ممكن يغفره إلا ذنب واحد فقط. الذنب ده اللي هو إيه؟ الشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى في آية تكررت في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي حد مات قبل ربنا سبحانه وتعالى حاجة من اتنين: إما أن يكون مات على الشرك أو مات على الإسلام. الآية بتتكلم عليهم، لو هو قبل ربنا على الشرك ربنا حكم إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما عادش ينفع ربنا يغفر له أي حاجة، خلاص الأمر بالنسبة له انتهى. واحد مات على الإسلام: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللي مات على الإسلام ده عمل معاصي وذنوب وكبائر واوا، فده تحت المشيئة، إن ربنا ممكن يغفر له وممكن يعذبه على الحاجات اللي عملها. ده العمود الأولاني باختصار شديد جدا. شوف معايا العمود الثاني، وهو إن الواحد يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل قال في القرآن العظيم في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ركز معايا كويس جدا، اللي قال عليهم كافرون مين؟ مش أنا طبعا، مين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سمى الناس اللي بتؤمن ببعض الأنبياء وتكفر ببعض الأنبياء إن دول كافرين عند ربنا سبحانه وتعالى. وقال بعدها: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ده ركن أساسي حتى يقبل الدين عند الله تبارك وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في البخاري بيقول فيه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بتكلم على أمة الدعوة اللي هي كل الناس المخاطبة بدعوة الإسلام، وبتكلم هنا بالذات على شريحتين لأنهم من أهل الكتاب وعندهم أنبياء أرسلوا إليهم وأنزل عليهم كتاب من السماء، اليهود والنصارى. وقال إن هم لو ماتوا على نفس الدين بتاعهم ولم يؤمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم
فده مصيرهم إلى النار. إذن الله تبارك وتعالى دينه الذي يقبله عنده هو دين الإسلام اللي بيقوم على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبذلك حكم المولى تبارك وتعالى في آيات محكمة أي حد بيعرف عربي بيفهمها بكل سهولة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن ما فيش عند ربنا أي دين، سواء كان سماوي كان أرضي أيا كان الدين ده، بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا يقبل الدين ده بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هو ده من الآخر العمودين اللي بيقوم عليهم الإسلام، هو ده الدين اللي ربنا ارتضاه لعباده سبحانه وعز وجل. اللي احنا قلناه ده خلاصة عقيدة المسلمين. انت عارف كلمة عقيدة جاية منين؟ جاية من عقدة الحبل. انت لما تيجي بحبل وتعمل له عقدة، المفروض العقدة ما تتفكش، ما حدش ينفخ فيها كده يفكها. العقيدة من العقدة دي، ان انت قلبك انعقد على حاجة وقفل عليها خالص، فانت متأكد 100% ان ده الصح. العقيدة ما ينفعش فيها أنصاف حلول، العقيدة ما فيش فيها منطقة رمضية، العقيدة أبيض وأسود، حق وباطل، جنة ونار، مؤمن وكافر. هي العقيدة كده عند أي حد، حتى عند غير المسلمين. وبالتالي ما ينفعش تبقى أنت عايش ومتخيل أن أنا ممكن أكون صح وممكن أكون غلط، أو ينفع أنك تقول مثلا: يا عمي هم إحنا بنعبد وهم بيعبدوا، ويوم القيامة نشوف مين اللي كان صح فينا بقى. أو تلاقي واحد يقول لك: هو أي حد عبد إله في أي مكان وفي أي زمان يبقى عبد ربنا، هي كوسة ولا سلطة؟ فالعقيدة ما ينفعش فيها الكلام اللي احنا بنقوله ده خالص. العقيدة لازم تكون زي الشمس، واضحة بالنسبة لك كده، زي ما انت عارف انت مين وعايش فين وإيه اللي حواليك. لكن لازم نفهم ان العقيدة مكانها فين؟ في القلب. بينما في حاجة تانية اسمها المعاملات، ودي اللي بتقوم على الجوارح. طبعا صعب ان احنا نكمل كل الكلام، زي ما قلنا الفكرة طويلة شوية، وهيبقى هظلم نفسي واظلمكم معايا لو انا اتكلمت عن بقية الحاجات المتعلقة بالموضوع ده في نفس الحلقة. ان شاء الله المرة الجاية انتظرونا عشان نكمل الجزء الثاني والمهم جدا والخطير. فعلشان كده المرة الجاية بإذن الله لازم نفهم ونعرف ان مفيش تضاد ولا تناقض ما بين اعتقادنا ده وما بين معاملاتنا مع غير المسلمين، وما فيش تلازم ما بين اعتقادنا ده وما بين ان احنا نستبيح دماء غير المسلمين. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم على جزئية التعامل مع غير المسلمين، وازاي هتعرف فيها ان دينك اعظم دين واكمل دين، لان في تشريعات مش هتلاقيها عند اي حد من الدول المتقدمة او المتحضرة او اي حد انت بتحترمه في تشريعاته وفي قوانينه. تابعونا المرة الجاية ان شاء الله عشان تعرف بقية الكلام. ولو عاوز تشوف حلقاتنا اللي فاتت هتلاقيها موجودة على القناة بتاعتنا، وما تنساش تعمل سبسكرايب على القناة بتاعتنا عشان تتابع الحلقات أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.